معالي رئيس وزراء مصر الشماشرجي مصطفى مدبولي بيقول لك يا مواطن اوعى تفكر انها راسبة ناس بس، دي راسبة ناس دي فتحت طريق، احنا هنبيع كتير جدا على الساحل، على ساحل البحر الاحمر، زي ما هنبيع كتير جدا من مناطقنا واملاكنا وارضنا على ساحل البحر المتوسط، واللي معاه فلوس يجي ويشيل، اللي هيرمي هدية ياخد مقابلها اللي هو عايزه، دافع بقى وبتحكم، ويعني اهلا وسهلا بيك بالاستثمار بتاعك طالما دافع يا باشا. نفس الموضوع الاستثمار اثير موضوع راس بناس، وتقال هو مصر صحيح بتطرح منطقه راس بناس للاستثمار وهيبقى في توجه، واللي عايز اقوله لحضراتكم مش راس بناس بس، احنا محددين من 4 إلى 5 مناطق كبيره على ساحل البحر الاحمر، ودول ان شاء الله يعني بنستهدف ان يكون عندنا تنميه في هذه المناطق على غرار اللي اتعمل كمراكز كبيره جدا تنمويه زي الصفقه اللي اتعملت في راس الحكمه، او ان احنا كان رؤيتنا ان يحصل فيهم تنميه متكامله، وكل واحده من الخمس مناطق دول هيبقى في قوام مدينه. طيب يا سيدي هنبيع ايه كمان؟ هنبيع المطارات. هتقولي ايه ده؟ هو في دوله بتبيع مطاراتها؟ هقول لك لا، مفيش دوله بتبيع مطاراتها، في دول بتعمل حق انتفاع، بتعمل حق اداره اللي هي بي او تي، او بتعمل تشارك او مشاركه، بتجيب شركات كبيره تدير، بس احنا في مصر هنبيع مطاراتنا، ده مش كلامي. محمد عباس وزير الطيران المدني قال لك جميع المطارات المصريه ستكون متاحة. تعال نقرا كلامه على حسن يقولوا احنا بنأوله ولا حاجة. وزير الطيران المدني الفريق، اوبا ده جيش ست الفريق بقى وطني، اكيد الوطنية، الناس دي رمز الوطنية يا جماعة. قال لك قريبا طرح مناقصات عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية. جميع المطارات ستكون متاحة بما فيها مطار القاهرة العاصمة، اهلا وسهلا معاك، هترمي اسد تعال خد المطار. هدفنا توفير تجربة طيران أفضل للركاب وتحديث الخدمات وتطوير الأداء، وبنسعى كمان لدمج القطاع الخاص تنفيذا لسياسة الدولة. إيه سياسة الدولة؟ نتخلي البلد كلها جولات تيك توك، وأي داعم معاه يدعم ويدفع يجي يشيل. حكومة مدبولي خلاص عملت جدول زمني لطرح المطارات للبيع، للبيع مش للاستثمار، هم اللي قالوا كده. حكومة مدبولي بتتسلم جدول زمني لطرح 20 مطار على القطاع الخاص، اللي معاه يجي يشيل. فانت ايها المواطن لو معاك فلوس تقدر تروح تاخد مطار ويبقى تحت ادارتك واشرافك، مطار بقى يا عم المواطن، بس طبعا مش انت، لان انت يعني انت فاهم احنا انفار، احنا مش الداعمين، احنا مش بنرمي اسود، انت كبيرك ترمي ورده او تعمل جوله وتخسرها. رئيس الوزراء كمان بيقول لك الإعلان عن أخبار مهمة ليها علاقة بطرح المطارات والبنوك. عزيز المواطن احنا مش هنبيع المطارات بس، احنا هنبيع اللي باقي من البنوك، لأن كتير من البنوك اتباعت بالفعل لو انت مش واخد بالك. أنا عايز أقول لك بس أدينهم من لسانهم، من 7 شهور أحمد موسى طلع يقول لك ويقنعك إن الإخوان بيقولوا إن مصر هتبيع مطاراتها، واكد لك الاستاذ احمد موسى وقتها ان ده مش صح، وقال لك يا عم نبيع مطاراتنا ازاي؟ هو انتوا شفتوا بريطانيا باعت مطار هيثرو مثلا؟ افتكر معايا موسى قال ايه؟ وانتوا عارفين طبعا في اطار الحملات ضد البلد، قال لك شفتوا بعد راس الحكمه وبعد راس جميله، لسه راس جميله لسه جايه في الطريق، كمان المطارات هيبيع مطارات، مش حاجه اسمها بيع مطار، يعني ايه بيع مطار؟ هو مثلا اتاتورك في تركيا باعوه؟ ولا هيثرو في لندن باعوه؟ ولا مطارات المانيا باعوها؟ مطارات في فرنسا باعوها؟ مطارات في المنطقه العربيه باعوها؟ اسمه اداره وتشغيل، اسمه اداره وتشغيل. انت شفت بريطانيا باعت هيثرو؟ ولا الاتراك باعوا اتاتورك؟ مطار اتاتورك ده اللي كان قريب من البلد، قريب من شيرين افلر عند المصريين، حدش باع يا باشا. احنا بقى ابو حميد هنبيع، مش انتوا اللي قلتوا كده في الاخبار؟ مش انتوا اللي قلتوا طرح المطارات المصريه للبيع؟ هو انت قلت استثمار؟ انت ما قلتش استثمار ولا حاجه، انت قلت انك ناوي تبيع، هتلاقي الخبر اللي قبل ده كمان انت ناوي تبيع يا باشا، ده كلامك. وبعدين هو انت لو عايز تستثمر او عايز تعمل تشغيل للمطار، هو انت ليه ما بتعرفش انت تشغل؟ ليه ما بتشغلش انت؟ ليه ما بتشغلش مطاراتك؟ عندك شركات طيران بقالها حوالي 100 سنه وجاي دلوقتي تقول انك فاشل يا راجل. عايز اقول لك برضو ان كان في تمهيد لده،
يعني احمد موسى من 7 شهور قال لك احنا هنبيع هيثرو، هنبيع مطار القاهره، بريطانيا ما باعتش هيثرو، ولكن في تشغيل، فعلا في شركات للتشغيل، ولكن هو انتوا تثقوا في النظام اللي راح ادى ابار الغاز، حقول الغاز شويه لاسرائيل واليونان وفرط في مقدرات البلد؟ تثق في النظام اللي فرط في ميه النيل؟ تثق في النظام اللي بيبيع كل حاجه ومخلل يعني باع الجلد والصقر زي ما بيقولوا في المثل؟ تثق فيه انه ما يبيعش المطار في مقابل العموله اللي هياخدها ليه على جنب كده؟ عمرو اديب كان من اول الناس، مش اللي بتحرض على بيع المطارات، لا، عمرو اديب قاري المشهد من الاول، عارف سيده في السعوديه عايز ايه من مصر، فكان بيعمل تمهيد اعلامي وضغط على الحكومه، لان الحكومه وقتها او السيسي تحديدا كان حبله عند الاماراتيين بس، وكان بيسمع للاماراتيين بس وبيبيع للاماراتيين بس، وده كان مزعل السعوديه، فالسعوديه كانت بتستخدم ادواتها، من ضمن ادواتها بل اهم اداه سعوديه في مصر هو عمرو اديب، فعمرو اديب يطلع يقول لك ما تبيع المطارات، كل الناس بتعمل كده، اسمع الكلام ده من 9 شهور بس. هو في دولة عقلها الجمعي يرضى بالكلام ده؟ هستفيد ايه؟ يعني اما البلد تبقى على الارض كده هستفيد ايه؟ بص الناس دي ما بتكرهش البلد، الناس دي بتكره واحد. او انا صريح اهو، بتكره واحد، وعشان الواحد ده مستعدين احدى الدول مش عايز اقول اسمها كانت تضع في مطارها صوره لرئيس مش رئيسها. احدى الدول كانت تضع صوره في مطارها لرئيس مش رئيسها علشان يقدروا يشيلوا الصوره دي، هدوا المطار كله وعملوا مطار جديد. نفس الحكايه، هو قاعد بره في واحد هو بيكرهه، في واحد هو مش طايقه لاسباب. لا، هو الناس بتحب البلد بس يا عمرو اكتر ما بتكره اي حد، ده الفرق بينك وبينهم، والفرق ده انت مش تعرف تفهمه. الناس بتحب بلدها والناس مش واخده على كده، اصل انت بتقول انا هجيب شركات تشغل المطارات المصريه، وانا ليه عويل ما بعملش شركات تشغل المطارات المصريه؟ ليه ما عنديش القدره دي مع اني عندي مطارات وعندي طيارات وشركات طيران الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا والعالم العربي من حوالي 100 سنه. المشكله ان بيطلعوا لك دول عشان يقول لك ده عادي وطبيعي. عادي وطبيعي لما يكون عندك قوانين حاكمه، عادي وطبيعي لما يبقى عندنا نظام ما عندوش سوابق في التفريط في مقدرات البلد، عادي وطبيعي لما يكون النظام ده بيحافظ على مصر، لما يكون استثمار بجد مش استثمار تحت الضغط. هتقولي وايه الضغط اللي عليك؟ هقول لك الضغط اللي عليه انه عليه ديون للدول دي مش عارف يسدها، وفي المقابل بيديها اللي هي عايزاه. عليه فلوس للاماراتيين ما قدرش يسدها، خدوا مننا راس الحكمه. عليه فلوس للسعوديين مش قادر يسدها، هياخدوا راس بناس وراس جميله ولسه الحبل على الجرار. تعال شوف بقى التطبيله تانية او تمهيد بالنار، تمهيد بالاعلام. قام بيه برضه نشأة الديه من 3 شهور لما كان بيمهد لفكره بيع المطارات، وقال لك بقول لك ايه؟ ما بيقولكش بقى احنا هنجيب بقى شركه دير وعندهم مشاكل، لا لا لا. قال لك بص يا باشا، مطار القاهره ده خارج التصنيف. ايوه، طب خارج التصنيف ده ذنبنا ولا ذنب اللي بيديروه؟ طيب اللي بيديروه دول مش ممكن يتغيروا ويجيب حد بيعرف يدير؟ لا، هو شايف بقى ان طالما اللي بيديروه اللي هم يعني فشلوا في ده، فاحنا هندي المطار لحد تاني يديره زي ما هيقول لك كده. اللي حضر فيه وزير الطيران السيد سامح الحفني اتكلم الحقيقه على موضوع مهم جدا، هو باختصار برضه عشان ما انتهوش، عايزين نطور المطارات بتاعتنا. السؤال الاول، هل مطاراتنا بوضعها الحالي بتناسب طموحاتنا؟ الاجابه لا. هل احنا وصلنا لاعلى؟ لا لا طبعا طبعا، كل يوم بنتكلم على مطارات، ومطاراتنا مش شرط بس يبقى شكلها حلو، مطارات تكون منتجه، تكون بتجيب فلوس. العالم كله عنده النهارده في مطارات وفي شركات طيران، شركات الطيران الاكبر في افريقيا او المطارات الاهم في افريقيا، احنا مش منهم العشره. وخلينا نبقى واضحين مع الناس، انا عندي مطاراتي اللي موجوده في مصر اهم 10 مطارات في افريقيا، مصر مش فيهم، عشان بس كده ايه، كلام يوجع، كلام يزعل، كلام يوجع ويزعل. حكمه اللي مسؤول عن ده، حكمه المسؤول عن ان مطاراتنا مش من اهم 10 مطارات في افريقيا. انتوا لحد امتى هتفضلوا تمرهموا نفسكم وتقولوا ان العيب في حد غيركم؟ دي عيوبكم. على الاقل نظام عبد الفتاح السيسي ماسك البلد دي من حوالي 12 سنه، عمل فيها ايه؟ او 11 سنه، ما خلاش ليه المطارات بتكسب وبتدخل دخل وبتبقى مطارات منتجه زي ما بيقول الديه.
حكموا المسؤولين عن تراجع مصر في كل حاجة، بدل ما تروح تبيع، بدل ما تروح تفرط، حاكم الناس دي، طور من البلد، هات اللي بيعرف واللي بيفهم واللي ليه فيها، ما تفضلش ماشي بعقلية الزعيم القائد، لأن الزعيم القائد بتاعكو حمار، الزعيم القائد بتاعكو عبيط، الزعيم القائد بتاعكو خاين، بوظ البلد، ضيعها. أيا كان غبي أو خاين، فالنتيجة في الآخر واحد. فمش معقول كل ما تقولولنا إن في حاجة بتفشل تروح تدوها لحد تاني. التركي اللي انت بتقول عليه من شويه، اللي بيقول عليه عمرو اديب من شويه، عنده شركه تركيه بتدير مطاراته، ما جابش حد من بره. ليه؟ زمان كان عنده كان في فشل لما كان العساكر ماسكين البلد برضه، لما بقى نظام مدني والمدنيين اللي هم بيتحكموا او اللي عنده القدره الشاطر هو اللي بيمسك المدير مش الضابط، الدنيا مشيت. وروح مطار اسطنبول دلوقتي عشان تشوف صرح كبير جدا، انا مش بتغنى بيه قد ما انا بقول على انجاز انا شفته بعيني. انا من الناس اللي كانت بتركب طيارات من مطار اتاتورك، ومن الناس اللي دلوقتي بتستخدم مطار اسطنبول. والمطار اللي انت هتشوفه، مطار اسطنبول ده ربع المشروع، ده لسه في خطط مستقبليه انه يكبروه اكتر من كده 3 مرات كمان. يعني ده ربع المطار اللي هم عاملينه في مخيلتهم بس. انما انت تقول لك والله احنا فشلنا، طب فشلنا ليه؟ ما يعالجش، ما يلاقيش حل. طالما احنا فشلنا فاحنا نبيع. خلاص، ايه رايك؟ فشلت؟ بيع يا باشا. اول ما تفشل بيع. المجلس الدولي للمطارات بيقول لك مطار القاهره الدولي الافضل افريقيا من حيث التعافي وحركه الركاب. ها؟ الكلام ده امتى؟ السنه اللي فاتت، شهر 5 السنه اللي فاتت. مصر اليوم يا مين؟ نشأة الكذاب؟ اهو يا عم نشأة يا كذاب. مطار القاهرة الدولي مش فاشل ولا حاجة. أكد تقرير أو أحدث تقرير صدر عن المجلس الدولي للمطارات عن قارة أفريقيا أن مطار القاهرة الدولي بمصر جاء في المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 مطارات على مستوى القارة الأفريقية تعافي وحركة الركاب الدولية. وتجاوز مطارات جنوب أفريقيا والمغرب وأثيوبيا. ودخلت 3 مطارات مصرية قائمة 10 أفضل مطارات إفريقية من حيث حركة السفر الدولية. مطار القاهرة الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار الغردقة الدولي. الكلام ده منين يا جماعة؟ من المصري اليوم. المطار مش فاشل. وعندك مطار الغردقة مش فاشل، ولا شرم الشيخ فاشل. هم اللي فشلوا عايزين يبيعوا علشان عايزين فلوس علشان يدفعوا الديون اللي عليهم والأقساط للبنك الدولي والمؤسسات الدولية. هم اللي واخدين فلوس من السعودية ومش عارفين يسدوها فبيبيعوا. الداعم جاء عايز ياخد بدل فلوسه أرض، عرض، مطار. قوم ارقص للرجالة شوية يا عبد الفتاح يا سيسي، يقوم يرقص للرجالة شوية عادي. الداعم اللي كسر عينه وحاطط فلوسه في بقه أو حاطط إيده في بقه يعمل اللي عايزه. واخد بالك؟ وبعدين عمرو أديب أجمل لك الموضوع في الآخر وقال لك إيه؟ أنت ما عندكش فلوس، هات حد من حبايبك أحسن. القصة مش قصة إن إحنا مش عارفين وبس، أو النظام فاشل وبس، النظام ما عندوش فلوس. بكلام عمرو أديب أهو. إحنا في الأوقات القادمة ما عندناش قدرة على الضخ، ما عندناش القدرة على الاستثمار. هات بقى ناس من أصحابك، من حبايبك، من ناس ما تعرفهمش. شوف ايه اعظم، انا بقول لك اهو، ما بقترحش حد. شوف ايه اعظم حد. انا بنزل مطارات كتير، ساعات المطار ماسكه شركه مش هي مش بتاعه البلد دي، مش بقى ولا ودي دول ايه. لسه بايعين مطار في المانيا من فتره قريبه، المانيا مطار مش شغال بتاع، بيعه عم لشركه تقدر تجيب بتاعه وانا هدخل معاك في شراكه وكده. فان شاء الله الكلام اللي بيقوله السيد رئيس الوزراء ده كلام مهم. هل الشركه السعوديه، شركات السعوديه، الدوله السعوديه جايه تدير مطارات مصر؟ لا. الشركات السعودية أو الإماراتية أو اللي فين ما هي جاية علشان تسيطر على مطارات مصر. الدليل إيه؟ الدليل إن المطارات السعودية نفسها اللي بيشغلها شركات تانية. زي إيه مثلا؟ شركة شانجي الدولية دي شركة بتشغل مطار سنغافورة. الشركة دي اختاروها السعوديين علشان تشغل لهم مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد. يعني السعوديين مش شاطرين في تشغيل الايه؟ مش شاطرين في تشغيل المطارات ولا حاجه، بدليل ان هم بيجيبوا شركات عالميه تشغل لهم مطاراتهم. واخد بالك؟
هتقولي طب ده خبر قديم يا احمد من 2017، اقول لك صح حصل. طب ما تيجي نشوف شركه تاف التركيه اللي عملت اتفاق لتشغيل 3 مطارات سعوديه مره واحده. طب الكلام ده قديم؟ الكلام ده في 2017 برضو. شركه تاف التركيه توقع اتفاقا لتشغيل 3 مطارات في السعوديه مع الرجل. طيب انا لو عايز اجيب شركات عالميه ما جبتش شركه شانجي لي اللي بتشغل مطار الملك عبد العزيز، ما جبتش الشركه التركيه شركه تاف لي، علشان دي شركات جايه تشغل، شركات شاطره. السعودي مش فارقه معاه تشغل ولا ما تشغلش، السعودي جاي يورثك بالحياه، جاي يعطلك المراكب السايره، جاي يتحكم. يتحكم ممكن ينجحك ويخليك احسن حاجه، بس خد بالك اللي يقدر ينجحك ويخليك احسن حاجه بارادته يقدر برضه بارادته بفلوسه يوقف لك المراكب السايره ويبوظ لك الدنيا. زي مين؟ زي ما الامارات بتعمل مع الدول اللي فيها مواني مهمه. بدأوها مع الجزائر. راحوا خدوا مواني في الجزائر، قعدوا فتره وقالوا احنا هنطور في المواني ومش عارف ايه. هي بوتفليقه. 3 4 5 سنين ما عملوش اي حاجه، ولقوا انهم بس عايزين يحطوا ايديهم على المينا عشان ما يشتغلش. الجزائريين لغوا المعاهده او الاتفاقيه وطردوهم من الجزائر. راحوا للقذافي في ليبيا، عملوا معاه نفس القصه في طرابلس وفي بعض المواني. شويه ولقى ما فيش تطوير ولا حاجه طردوهم. راحوا عدن وخدوا هناك في عدن وخدوا مواني وما عملوش اي حاجه، ولكن قامت بقى الثورات في 2011 واللي ما قدرتش الامارات تاخده بالاتفاقيات خدته بالقوه في اليمن تحديدا. نفس القصه عملوها في اريتريا، نفس القصه عملوها هناك في مقدشي وفي الصومال، وكانوا دايما بيطردوا. بينجحوا بس عندك انت. شوف الامارات خدت كم مينا عندك انت عشان تاخدها تبقى معاها. هتقول لي يا ريس ما ممكن تشغلهم، اقول لك ممكن تشغلهم وتخليهم احسن مواني وتنجحهم، بس اللي يقدر يشغل وينجح يقدر بمزاجه يفشل وايه ويخرب. دي القصه وما فيها، خاصه ان هم ما بيجوش ياخدوا شركات او بياخدوا استثمارات وبس، لا دول بيوقعوا اتفاقيات يطلع لهم بيها قوانين من البرلمان. محمد بن سلمان قعد مع السيسي عملوا اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، دي اللي كلمناكم فيها من قريب لما قلنا ان السعودية اشترطت. قالت لازم يبقى في قوانين تحمي استثماراتي في مصر. ليه يا ريس؟ قالك ممكن يحصل عندكم تغيير في النظام، تقوم ثورة، يمشي السيسي، يقعد بقى السعودي يندب على حظه وعلى فلوسه اللي راحت. قالك لا، اعمل لي قانون يحميلي فلوسي لو مش السيسي او قامت ثوره او اتغير النظام. تعال نشوف العربي الجديد وهي كاتبه لك تفاصيل الاستثمارات السعوديه الجديده في مصر اللي هي مش هتقف عند راس بناس ولا هتقف عند المطارات. هم ناويين يضخوا 5 مليار دولار بشكل عاجل، وده اللي اعلن عنه محمد بن سلمان لما وجه صندوق الاستثمارات العامه السعوديه لضخ استثمارات عاجله في مصر ب 5 مليار. السعودية ناوية تغير سياستها في تقديم المساعدات، وده اللي قاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان. قال لك نريد رؤية إصلاحات مقابل الدعم المالي، يعني تاخدوا فلوس يحطوها الجنرالات في حساباتهم ده مش كفاية. وده توجه جديد بيرتبط بتغيير طريقة تقديم المساعدات لمصر. اشترط السعوديين انهم يحلوا مشاكل المستثمرين بتوعهم في مصر، وبالفعل تم حل 90 مشكلة من 104 مشكلة بتواجه المستثمرين السعوديين في مصر، واتعمل اتفاقية حماية الاستثمارات بالفعل وهيتم التوقيع عليها خلال شهرين. حماية الاستثمارات السعودية في مصر، النصوص في الاتفاقية بتشمل ايه؟ حماية الاستثمارات من التأميم او نزع الملكية، ده في بند المعاملة الافضل اللي هيخلق تنافس مع شركات الجيش اللي بتحصل على امتيازات كبيرة. السيسي مضحي؟ لا، السيسي محتاج. السعودي عايز فلوسه والسيسي معهوش يدفع، فبيقول له باشا اللي انت عايزه انا هعمله لك. ضمانات قانونية للمستثمرين، ده النص الاكثر جدلا، لانه بحث عن اليات قانونية جديدة لحل المنازعات للاستثمار. بيخشى المستثمرين من النظام القضائي المصري والرسوم المسبقة اللي بتفرضها المحاكم، الفساد يعني اللي عندنا، فعشان كده خلوا الاتفاقية فيها كل حاجة قلقانين منها. النتيجة السؤال بقى، دي فرصة ولا استغلال؟
دلوقتي تقدر بمنتهى البساطة تقول ده استغلال سعودي لحالة الضعف الاقتصادي في مصر، علشان كده فرضت بإرادتها وبفلوسها ضمانات إضافية على حكومة السيسي. حجم الاستثمارات السعودية الصادرة بيفوق الدخل لمصر أصلا، وده بيثير تساؤلات حول بيئة الاستثمار في مصر. إحنا قدام اتفاقيات تركيع، إحنا قدام ركوع مصري تام قدام الريالات والدولارات السعودية. ده هيفرق معاك انت يا عزيز المواطن؟ انا بقول لك لا. ليه؟ هتقول لي اصل انت بتكره السيسي. لا لا، انا هفكرك بس، انا واقعي شويه. هو حضرتك لما باعوا راس الحكمه وخدوا الفلوس اللي قد كده وحطوها في الحسابات، يعني زي ما قالوا لنا، يعني حضرتك شفت حاجه؟ الكهرباء مش فضلت تقطع وزاد قطعها، العيش مش غلي وقتها، البنزين مش غلي بعدها، الكهرباء مش غليت بعدها، فانت مش في الحسبان يا عزيز المواطن. وده بيخلي واحد زي هاني توفيق الخبير الاقتصادي يقول الزياره اللي حصلت دي زياره استثنائيه، بس الله يخليكوا عايزين انتعاش مستدام بقى. هو كتب هو على حسابه على فيسبوك وقال: اقول بمناسبه زياره ولي عهد المملكه لمصر اليوم، نتوقع طبعا الانتعاش المؤقت في السيوله الدولاريه التي ستنتج عن من بيع الأصول أو تحويل ودائع دولارية للجنيه المصري، وأدعو بشدة لإجراءات وخطوات تحويلها لانتعاش اقتصادي مستدام. مش هيحصل يا عم هاني، مش هيحصل. ليه؟ لأن في إرادة إن الفلوس تدخل الحسابات، اللي ياخد كوميشن، اللي ياخد عمولة بتاعته ياخدها، والباقي هيروح سداد الديون اللي علينا. الديون دي مش بنسد من الأصول، ده احنا بنسد من الفوائد بمنتهى الأسف.